مرحبا بحضراتكم واولى فقراتنا الحواريه ومعنا بطله من بطلات النادي الاهلي تحديدا في رياضه السكواش. واحنا عارفين اصلا احنا في مصر يعني السكواش عندنا من الرياضه او الرياضات الفرديه اللي احنا محققين فيها باع كبير جدا ويعني واصلين فيها الرانكس حلوه قوي على مستوى العالم بنتكلم، وعندنا كمان بطلات منهم نور الشربيني على سبيل المثال يعني محققه حاجات محترمة جدا على مستوى العالم، ومعانا بطلة دلوقتي إن شاء الله تبقى قدام كمان حاجة زي نور الشربيني ويمكن كمان أحسن. خلينا نرحب بدينا فريد لاعبة السكواش بالنادي الأهلي، منورانا صباح الفل. وأي حد بيجي دايما بيعجب بالفيو صح؟ لازم كده، ده عشان بس الناس أوقات بتبقى فاكرة في التي في إن ده حيطة أو فيديو أو لا، ده طبيعي وده النادي باين من هنا، منورانا. وابدا معاك لان دايما نبقى عايزين نتعرف على ابطالنا يعني على المستوى الشخصي، فنعرف الاول مين دينا وبعد كده نخش بقى في التفاصيل، تفاصيل اللعبه نفسها. اوكي، انا دينا فريد، بلعب سكواش من وانا عندي 5 سنين. كنت بلعب سباحه الاول وحبيت اللعبه، اخويا شفته بيلعب قدامي قلت لهم هي دي خلاص. انت بتلعبي بناء على لعب اخوكي اصلا؟ هو بيلعب كان في الاهلي من هو صغير يعني، وشفته قلت لهم نلعب سكواش بقى ويلا بينا. حلو، وبدات وحبيت الموضوع الصراحه وكملت فيه والحمد لله الدنيا مشيت كويسه يعني. يعني دينا خارجه من بيت رياضي جدا كويس قوي، ومش اول بطله، اخوكي برضو وصل يعني بطولات برضو بطولات كتير، وهو دلوقتي هو مدربي. طب حلو. هو فرق بينكم قد ايه تقريبا؟ يعني تقريبا 7 سنين. وهو مدرب في الاهلي فهو بيمرني في حلو جدا، واختي برضو كانت رياضيه في الاهلي هاندبول، فاحنا بيت رياضي عائله رياضيه جدا. طيب والاهل يعني باباكي او مامتك؟ لا ما يعني الرياضه بقى العاديه بتاعتنا بس هم الداعم الاساسي. خلينا نقول بالزبط. طيب ابتديتي عندك 5 سنين، بعد كده طبعا في الاول ما كانش فيه بطولات، اول بطوله بقى شاركتي فيها كان كام سنه؟ كان عندي 9 سنين تقريبا. كنت خلاص بقيت يعني جهزوني على قد ما يقدروا. بقيت متجهزه. بقيت متجهزه ان انا ابدا العب، واول بطوله ما طبعا ما عملتش اي حاجه. كان 9 سنين ما اكسبكتد يعني. بس انا بدات من 10 سنين لا بخش فاينل وباخد بطولات والدنيا يعني كانت كويسه. 2017 انت واخده مركز اول كمان في الاهلي. فلا احكي لنا اكتر عن البطوله دي. البطولة دي كانت بصراحة كانت صعبة جدا، لأن أنا كان عندي في الفاينل بنت يعني من أجمد ناس في مصر تقريبا، وإن أنا من الأول كان عندي كذا حد بلعب مع ناس من الأهلي، فإحنا حافظين لعب بعض وعارفين كل حد مين. أيوة ستايل بالظبط. فلغاية ما الحمد لله كنت يعني حاولت أهل قبلها كتير لغاية ما مشيت الحمد لله. مشيت. طيب أنا عايزة أسألك عن الرياضة نفسها، يعني السكواش هو احنا ليه متقدمين فيه؟ يعني ليه رياضة فردية مصر فيها فعلا ومن زمان محققة فيها مراكز عالية جدا، ودلوقتي بنتكلم عن يعني عنصر النسائي كمان، رنيم الوليني ونور الشربيني وعندنا أسامي كتيرة، فاشمعنا الرياضة دي كده من وجهة نظرك؟ يعني احنا عندنا صراحة مدينا اهتمام يعني كبير بشكل مش طبيعي، بنتمرن او يعني وقت وساعات اكتر من هما الناس بره بيتمرنوا. مدربين هنا كويسه قوي، مؤهلين بشكل برضو عالي، ان هو كله بادئ من وهو صغير، فكله يعني ده اللي مخلي الدنيا كويسه. مين عندك بقى بما ان انتوا عيله رياضيه يعني مين قبل اي بطوله بيبقى هو الداعم ليكي نفسيا؟ ويعني خلي بالك من حاجه، احنا برضو بشر في الاول في الاخر، ممكن قبل اي انا ممكن قبل ما اطلع على الهواء مش في المود، انا على طول متوتره حتى لغايه دلوقتي قبل الماتشات. فاحنا بني ادمين فطبيعي بنحس بكل الاحاسيس العاديه، فممكن ابقى داون، ممكن ابقى عندي مشاكل، عندي امتحان، عندي وات ايفر، فبيأثر. مين اكتر شخص داعم ليكي بصراحه في البيت؟ انا بتكلم اكتر حد صراحه، انا يعني اول حد اكلمه قبل اي ماتش او قبل اي حاجه اخويا، عشان هو المدرب الدنيا كلها، ومامتي يعني هم اكتر ناس، وخالتي برضو صراحه عشان هي رياضيه جدا. احنا عيله كلها بتحب الرياضه. حلو جدا. بالظبط. حلو قوي. طب كلميني بقى عن بطولاتك المختلفه، يعني انت دخلتي كذا بطوله 2017 2019، يعني في على مدار السنين كان بطولات كتير وكل بطوله اصعب من الثاني وليها كواليسها، فخليني اعرف منك.
هو يعني كل بطولة بيبقى ليها ان احنا نحاول، يعني كل بطولة ليها تأهيل غير التاني. على اساس اني انا اول ما الدرو بينزل ببقى بلعب حد مختلف عن اللي قبله، فده لي تجهيز مختلف عن التاني. وكل ما بنكبر الموضوع بيبقى اصعب، الناس بتبدا تجمد اكتر، ويعني الدنيا بتختلف خالص. فبس يعني هي سنه 2019 بصراحه كانت كويسه جدا بالنسبه لي، ان انا خدت تقريبا 6 أو 7 مراكز اول فيها، فكانت التوب. جينا في 2020 الكورونا قفلت الدنيا خالص، هي قفلت الحياه. فما بقاش فيه اصلا بطولات، ما فيش اي تجمعات، وما فيش تمرين، ما في يعني الدنيا قفلت شويه لغايه ما بدانا تاني، ولسه بادئين اول بطوله. يعني دي تاني بطوله في السنين بعد الكورونا. دينا مع الاهلي حاليا، يعني انت جبتي زي ما بيتقال كده اخر حاجه في مصر، يعني انت بتلعبي مع اكبر نادي. لا بجد ده واقع، بتلعبي مع اكبر نادي دلوقتي في مصر، فدي خطوه كتير بيتمناها. انت الحمد لله وصلت لها، بعد كده دينا بتطمح لايه؟ هل انا بتكلم في عالميه؟ هل انا بتكلم في احتراف؟ يعني واكيد عشان اعمل ده لازم اكون ماشيه في طريق معين، فانت بتجهزي نفسك كده؟ انا بحاول ده اعمله دلوقتي. انا بصراحه جت فتره الجامعه كنت حاولت اركز اكتر في الجامعه، لان انا يعني كنت عايزه اوازن بين الاثنين. انت بتدرسي ايه بالمناسبه؟ انا خلصت فاينانس، والحمد لله متخرجه اكستنت وذ اونرز يعني. فحاولت اظبط شويه في الجامعه لغايه لما خلصت، وقلت ابدا اللي هو واخدها بقى واحده واحده من الاول، على اساس يعني لو الدنيا بقت في البروفيشنال احسن يبقى كويس. يعني امتى ممكن اقول انا اكتفيت من اللعب مثلا، جبت البطولات كلها او كل حاجه في الاهلي، فانا عايزه بقى اروح على مستوى عالمي؟ يعني امتى ده هتقوليه؟ مش بتتقال كده، لان هو حتى انا لو رحت عالمي بفضل باسم الاهلي بلعب بطولات للاهلي. انت هتحترفي باسم اصلا انت جايه من هنا يعني. بالظبط. فانا اوريدي طالما حتى احترفت باسم مصر برضو بلعب باسم الاهلي، فما عنديش اللي هو الحته اللي هو لا خلاص الاهلي نوقفه على كده. بس عينك على يعني الليفل العالمي او انترناشونال يعني. طيب بتبصي على مين من البطلات العالميين؟ اتكلم على البطلات تحديدا في اللعبه دي، وبتتابعي الستايل بتاعها، او يعني نفسك في يوم من الايام تكوني زيها؟ انا الصراحه نفسي ابقى زي رنيم الوليلي. يعني هي بيرفكت في كل حاجه، لذيذه وبتلعب بشكل مختلف، وحتى في الملعب مختلفه جدا. فكل يعني احنا معظمنا بيتمنى يبقى زي رنيم. الصراحه قابلتيها قبل كده؟ ولعبت معاها في بطوله، هي بطوله الجمهوريه هم بينزلوا يلعبوا فيها، فلذيذه جدا، وفي الملعب بصراحه مختلفه يعني. وشفتي ازاي انتقلت من ليفل لليفل؟ ويعني بصيتي على السي في زي ما بتقال؟ بحاول على اساس اشوف هي مشيت الستيب باي ستيب ازاي، على اساس ان احنا نمشي بنفس الستيبس يمكن الدنيا تبقى زيها. على فكره مش حاجه مستحيله يعني. يعني ما هم ما بقاش زيها ليه؟ طالما انت تقدري وعندك حلم واحده وصالي كل حاجه واحده واحده وسعي، ما هي كده كده هتقدري. بس انت رايك ايه عامه ان دلوقتي يعني اسامي نسائيه هي المستحوذه على البطولات، وعلى فكره في الرياضات المختلفه مش بس يعني حتى الاولمبيات لما اتكلمنا او شفنا يعني كانوا بنات. شايفه ده التغيير ده ازاي واسبابه ايه اصلا؟ بنات مفيش زيهم خلاص. عارفه لو كريم هنا لا بس لا احنا بصراحه بنحاول نركز عشان نعمل اي حاجه ما حدش. بصي بيقول لك البنت لما بتركز في حاجه بتعملها بطريقه بيرفكت، لان بتبقي واخداها برده تحديات. أيوة اللي هو انا عايزه اثبت ان انا اقدر، فدي لوحدها بتبقى حافز يعني. لما حد بيراهن على ان انت مش هتنجحي او حاجه، بالعكس ده بيبقى حافز أكتر ان انا طب انا هوريكوا هنجح ولا لا. وبالذات عشان الولاد اكتر الناس بتتكلم ان هم بيعملوا كذا وكذا، فالبنت بتبقى عايزه تبقى ظاهره وسط يعني ولاد كتير. طب بس انت برضو قولي لي يعني في نفس النقطه، لما هنتكلم عن الطفره الفكريه اللي حصلت في مصر تحديدا من فكره هنا تقبل رياضه المراه في العاب، ربما كانت زمان يقول لك هو انت ليه اصلا بتخلي بنتك تلعب رياضه زي كده من العاب القوه، وحتى دلوقتي بتتكلم في كره قدم نسائيه يعني العاب فرديه كتيره، ف بتشوفي ده ازاي؟ بصراحه بشوفه يعني انجاز مش صحيح. طبيعي يعني ان هو ازاي احنا وصلنا للتقدم الرهيب ده، فاكيد كان في صعوبات كتير وناس واجهت صعوبات كتير حتى في بدايه وجود البنات اللي هي البنات الاولانيه بقى اللي بدات في الحاجات دي، اكيد صعب.
بس دلوقتي لا، انجاز طبعا كبير يعني، ويا رب الدنيا تفضل صحيح كده. واهتمام الدوله برضو يعني اكيد انتوا بيتم التعامل وفي تواصل ما بينك وما بين سواء وزاره الشباب والرياضه او غيره، بيهتموا قوي وبيجوا البطولات الكبيره، ولا يعني مهتمين قوي فعلا. وكفايه الرئيس اتكلم عن المراه والرياضه والتشجيع حظنا يعني، ده اصلا كافي يعني. طيب نروح لحته بيرسونال لايف شويه، لان بصي يعني ما شاء الله انت اتكلمتي ان الحياه الدراسيه يعني بيقول لك الناجح ناجح في كل حاجه، فانت ما شاء الله في الدراسه نجحتي، في الرياضه دلوقتي نجحتي، بس على الليفل الشخصي لازم حاجه هتاثر، فخليني اعرف منك برضو ادينا يعني الحياه الشخصيه ازاي دلوقتي. هي صعبه شويه الصراحه، لان انا كمان بدات اشتغل، فانا فكره ان انا بوازن بين السكواش والشغل، والشغل بقى من 9 الصبح لغايه 5 وبعدين تمرين، فاليوم وانت يعني دلوقتي واخده يعني نص يوم بقى عشان اجي بقى دي صعوبه. لو المدير اتفرج علينا خلاص مش هيزعل، اكيد اهلاوي. كل الناس اهلاوي بالظبط، فبيبقى الموضوع صعب شويه الصراحه، حتى في التمرين ببقى لو خلاص عايزه انام وما اعرفش ايه، بس بحاول يعني امشي في كل الاتجاهات. والسوشيال لايف، خروجات، الافراح، الحاجات، السفر، هي جميله في الويك اند، اي وقت تاني طول الاسبوع ما حد يعني ما ببقاش قادره بصراحه ان انا يعني اعمل كده، او يلا ننزل يا جماعه، دي صعبه قوي عليا الصراحه. ايوه على فكره حتى احنا والله صعب قوي، لو لسه هنقوم ونلبس خلينا نايمين. طيب عايز اسالك عن يعني لما هتقرري ترتبطي، هل البنت الرياضيه الناجحه البطلة لما بتبقى عايزة ترتبط بتبقى حابة أكتر ترتبطي بشخص زيك، ولا مش هتفرق؟ مهم إن هو يبقى دماغه عارفة إن هو الوقت مش فاضي وفي رياضة وفي أساسيات وكده، فيعني لو جت كده في إنسان مش رياضي مفيش مشكلة، المهم إن هو يبقى فاهم المنتاليتي يعني بالظبط، فكرة اليوم ماشي إزاي بالظبط، الحياة مختلفة يعني. حلو جدا والله دينا، أنا مبسوطة جدا وأنت نموذج حلو وروحك حلوة، وإن شاء الله تبقي زي رنيم وأحسن يعني، وأهم حاجة عندنا أن أنت ترفعي اسم الأهلي واسم مصر أكيد في الأساس إن شاء الله، دي أهم حاجة. نورتينا، ولو حابة تقولي حاجة لجمهور الأهلي، أنت عارفة جمهور الأهلي بالملايين في كل حتة، فلو حابة توجه لهم أي رسالة أو يعني بروميس للفترة اللي جاية قولي لنا. ممكن اقول لهم ان اي بروميس فعلا ان انا يعني هرفع اسم الاهلي اكتر ان شاء الله، وهم يعني بيدعمونا ويفضلوا يدعمونا. حلو جدا، انا تحياتي لاسرتك، لان بجد ليهم دور كبير جدا دايما الاهل في اي يعني نجاح بيبقى الولاد بيحصلوا عليه، فده يرجع لهم، فتحيه كبيره برضو كمان لاخوكي المدرب بتاعك. شكرا ليك يا دينا نورتينا. فاصل سريع وهنرجع نكمل مع حضرتك.